عنا هون صنف باذنجان ستيك نمبر 5، هيدا ال 4107 مثل ما شايفين، نبتي قوية، ميديوم لارج، ورق ميديوم، تغطية ممتازة، والسيتنج والفلاورينج كمان قوي، عندها تغطية جيدة جدا من الشمس، بتحمي الحبوب تبعولها. هيدا من الأصناف يلي للأوبن فيلد. مثل ما شايفين هون إذا ببين معنا الأزهار طالعين فيها، هذا كله بيرجع بيقعد، وهي الحب الصغير مبلش حبة الكالكس أخضر ما فيها سباينز ومبينة جلوسي، وهذا شكل الحبة الماتشور very firm، كالكس أخضر ما فيها سباينز very firm، وزراعة للأوبن فيلد. صنف 4745، هيدا كومباكت بلانت، زراعة شمسية خارجية للأوبن فيلد. نباته مثل ما قلنا كومباكت قصير، بيتحمل الهواء، تغطية ممتازة، ورقه متوسط، وعقد جيد وتزهير جيد جدا، وعنده بحجم بثمار تبعيته، بيعطي أحجام منيحة. والثمرة البالغة لونها أسود داكن، شكلها شنطة كلاسيكية محززة، كالكس أخضر وما فيها شوك. أما بالنسبة للصلابة فصلابة ممتازة جدا. عنا هلأ ستيك نمبر 7 4744، مثل ما شايفين نباتة نشيط وقوي، تغطيته جيدة، إيركت بلانت، في نسبة زهور عالية ونسبة عقد كمان عالية، كله بيتابع ورا بعضه، بيكمل حبة صغيرة اللي تحت منها واللي تحت منها، وهي الحبة اللي بعدها صغيرة، والزهور على العالي، يعني حمل متواصل. مثل ما حكينا النبات كبير والتغطية جيدة، الورق متوسط. أما بالنسبة للحبة فمثل ما شايفين حبة من نوع الشنطة مضلعة، والكالكس أخضر وما فيها شوك، وصلابة ممتازة. فور 3 7 2، مثل ما شايفين نبتي أوبن بلانت، ورق وسطي، تغطية مودريت، وهذا بيساعد بالايزي بيكينج، تقدر تطال الحبة بسرعة، مانا مخبية، ببين الانتاج فيها بسرعة. مثل ما ملاحظين فيها نسبة زهور معتدلة، ويل بالانسد بين الورق وبين الزهور. أما بالنسبة للحبة فهي من النوع الجلوبيولر، شوي إلونجيتد. الكالكس تاعيتها صغيرة، لونها أخضر وما فيها سباينز وفيري فيرم. أما اللمعية فهاف جلوسي.